إذن هاي الخوت لابارتي فاش غيخدموا دابا الجيت طيار إلا كانوا قسموه، إلا كانوا قسموه على جوج في غالب الأيام، غالب الأحيان راه قسموه على جوج. إذن هاد لابارتي هادي غادي تخدم فيها الجيت طيار، ولكن هنا دابا ما عندهم ما يخدموه. دابا بالنسبة لهاد التريمي هذا ما عندهم ما يخدموا فيه، هما دابا غيديروا غير إعادة تهيئة التوسيع اللي عندهم. أما لي تريمي وداكشي لا أعتقد أن جي تي آر وآليك غادي تدخلوا في لي تريمي، ما ومازال ما بان داكشي فهمتي. لحد الآن معلومات يلاه تتقاطر بطريقة اللي هي قليلة وقليلة بزاف. نتا غيبداو فعليا مثلا ما عرفنا، راه شفتو الفيديو اللي قبل من هذا، راه هضرنا على ديك القضية ديال الحق الذي يكفله لنا الدستور بالحق في المعلومة حسب الفصل 27. الطريق هادي راه كيما كتشوفو راه مشتتة، الطريق هادي خصها تعاود كاملة. الصباح فاش كنت جاي انا بانو ليا العمال ديال الجيت طيار يقدرو يكونو باقيين. إذن ها هما جوبونسو معاهم. هاد لابارتي هادي غادي تخدم فيها الجيت طيار هنا. هاهما هاهما تما معروفين هما بديك السلامة أولا، سلامة أولا اللي هي سيفتي فيرست. يا الله أكون يا ربي الله يعاونكم.